توري إذا الأخمان يريج المضرة الطبق رمتميات لواث البيئة الطبيعة إنه إذا المسؤولين من النيابة من أكاديمية الحسيمة مثلين الدافع نخمانا يا غادي تسوي نخمانا يا سبحان ثاني كيتساهم من جيلك يتكال ودينا راه غادي نطلب المسؤولين تاخذ الاجراءات اللازمه اكيب ذا اللي تقل مانا يا الطبيعه وهذه يجي المنتزه الى اخره تصدر شي ولا تشد لحد باش هذا تسجن شويه تدر شويه تجونس تصبح انت تدري جوفين الاول تسجن بين الجبنه وهذا مانا يا تقوم الواجبين قوارج المنتزه الوطني لا يعقل ايو ذا نمي يتخزاني ايو ذا نظم الصغان تلوث ونطلب من المسؤولين المحليين هذا بد نخمنايا رغم انت فريش ساعه والو انتم صار والو قيل ما يدار قد التطبيق قال في على الدين السمن المواد هذين المواد سمتي وني الالومنيوم الالومنيوم ديال الماده خطيره وداخ هذا روح ما غادي يغمين دائما انا بنا ما غيقي من دائما انا بنا ما غي المهم كاردا بقرا انا صح باش وريا هذا وزارة التربية الوطنية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة تازة الحسيمة تاونا انت في دار كاشيط نينة مندوبية نينة ممتازة غارسن دار كاشيط غارسن دار اسمة ونتلامذ صحاب الملفة دانيتي الأساتذة اللجنات المختصة كيلا لتصحيح الامتحانات إذا من هذا يجر منكر هذا وزارة التربية الوطنية غاتربى يحرم واش غاتربى الناشئة أخي تربية حسنة سبحان الاثنين أسباب التلوث يولان معنيين مسؤولين بالدولة ما يدوس هذا باش ورا تخص الميزانيه ما يلقى الشيت من تحت